السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدين الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الرئيس. سعدنا في هذه اللحظات بعد أن نرحب بالمشاهدين الكرام أن نرحب بالمحللين، بداية مع سعد صالح بن راشد الدعبي. مرحبا أبو راشد. البقى مرحبا أبو راشد، الله يسعد أيامك وياك. الله يسلمك، مسي عليك وعلى الأخوان وعلى المشاهدين. نعم، الترحيب أيضا بسالم بن محمد السندواني. مرحبا أبو محمد. الله يرحب بك يا أبو راشد. ايضا نرحب بمبارك بن حمد الشهواني احد نجوم التحليل. يا مرحبا وسهلا. تبقى وبريك، الله يرحب بك على فضله. وتستاهلون ناموس جميع المتنومسين. تستاهل، الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا. نبدا مع صالح بن راشد الدعباء. يا مرحبا ابو راشد. والبقى مرحبا ابو. انتهينا يوم الامس او البارحه من المرحله الثانيه سن الحيل والزمو. كيف شفت المرحله الثانيه؟ شرينا مرحله طيبه كسابق المراحل السابقه. شفنا الحلال اللي كان له بصمة ونقاط في المحليات اللي طافت، أثبت وجوده واستمراريته في المحلي الخامس، ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله في المهرجانات إن شاء الله. الله يوفق الجميع. يا أبو راشد أبو محمد، سعدة بوجودك الليلة وناموس الحلال والمرحلة الثانية. المرة الأولى ننطلق مسافة 8 كيلو. تستاهل خير يا ابو بريك. بالنسبه للمرحله الثانيه يعني بدات الوجوه تظهر، بالذات الحلال اللي احنا يعني متابعين الموسم الماضي، شفنا وجوده واكثر من مطيه سجلت نقطه في المحلي الخامس، والاتيام اللي كسر حاجز 13 مسافه 8 كيلو. والاتيام من الحين اقول لك، اقدر اقول لك عاد فيها بعد، لانها اول مره من 8 كيلو في المرحله الخامسه في المحل الخامس. فنتوقع قبل مهرجان المؤسس بتكون ان شاء الله اكثر الحلال في السن الكبير بيكون مستعد ان شاء الله. ان شاء الله. الناموس يا ابو حمد، ناموس الحلال. استاهل خير. الله يسلمك. على سياره. صحيح. السن اللقايه. صحيح. استاهل الناموس. استاهل خير وعافيه. نعم، شاهدنا السن الكبير بعد ما اكيد احنا تكلمتوا في الحلقه الماضيه عن السن الصغير، شاهدنا السن الكبير يشارك المره الاولى وتدشن وتفتتح مسافه 8 كيلو متر. صحيح. اول شيء هني الفائزين بالناموس المراكز الاولى، وتو الحلال في جهوز اللي يركض من 8 كيلو. شفنا حلال سجل نقاط من 6 كيلو وركض من 8 كيلو، سبق من 8 كيلو. حلال في طلوع، وهذه بداية 8 كيلو، والركض الجاي إن شاء الله في المؤسس بيكون جاهز. نعم، لكن كأول مشاركة من 8 أبو حمد شفنا مثل ما تقول حلال جاهز. حلال جاهز وحلال على جهوز، وفي حلال أركض مراكيض طيبة من 6 كيلو ما أركضه من 8. نعم، يمكن عندها قل اشتراكات، ونشوف إن شاء الله في المحل الجاي تجهيز للمؤسس إن شاء الله. إذن مشاهدين الأعزاء، انطلقت في 15 من نوفمبر من هذا الشهر فعاليات هذا السباق المحلي الخامس المرحلة الثانية لسن الثنايا والحيل والزمول لأبناء القبائل، الأشواط العامة في الفترة الصباحية، شوط الثنايا بكار إنتاج اللي فازت به شقايا الجابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. شقايا قدمت عرض تشكر عليه مع مالكها جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، حيث قطعت المسافة مسافة 8 كيلومترات، وبشوطها افتتحت السن الكبار هذا الموسم 12 دقيقة 52 ثانية، قطعت المسافة في 12 دقيقة 52 ثانية 60 جزء من الثانية، أفضل توقيت يسجل في ذلك اليوم في سن الحيل والثنايا والزمول من مسافة 8 كيلو. هذه الشقاية تصل وتقترب من خط النهاية بعد هذا الشوط. التقينا مع مالكها علي بن خجيم العذبة مضمر شقاية. علي بن خجيم العذبة، تستاهل فوز الشقايا وانتزاع الشوط الرئيسي للثنايا البكار مع افضل توقيت. تستاهل خير ابو بريك، الله يطول عمرك ويسلمك. وش سلالة الشقايا؟ وهالمتحد المملوك الوالد خجيم بن عايض، وامها شقايا من الانتاج بعد. مشاركاتها قبل اليوم؟ مشاركاتها في هذا الموسم هذا سابقة التمهيد الاول وسابقة التمهيد الثاني، وكررت السبق في التمهيدي هذا اللهم لك الحمد. اول مرة تشارك من مسافة 8 كيلو، كيف شفت مستواها؟ والله اللهم لك الحمد، يعني افتتح الثمانيه اليوم غير بالنسبه لها. الثنايا قامت الناقه في المقدمه، ولما جينا كيلو اثنين طلبنا منها والله يبارك فيها، اندفعت مع الاوامر. اليوم افضل تيم كم بينها وبين اللي تليه؟ صحيح، افضل تيم اليوم عندها على حسب الاشواط
12 و52، بينها اظن بين ثاني افضل تيم 16 ثانيه. ما شاء الله تبارك الله، فوزك بالشوط الاول وافتتاح الثنائي وافضل توقيت افتتاح اليوم روعه، بنقول للثمانيه اكيد. الله يجزاك خير طول العمر. طبعا اليوم افتتاح الثنائي وافتتاح الموسم، الله يجعلها موسم خير وبركه ان شاء الله، وابشروا بالخير ان شاء الله. تواصلت منافسات الانتاج لاشواط ابناء القبائل. شوط القعدان الرئيسي فاز به مستحيل مع جيان بن حمد بن صالح بن عجيان العبدة، تهانينا أنه مسلم ملك مستحيل قطع المسافة في 13 دقيقة 6 ثواني 20 جزء من الثانية. بعد هذا الفوز البرنامج وكاميرا الريان التقت مع جيان بن حمد العبدة مالك مستحيل، تهانينا والناموس. تستاهل فوز مستحيل وانتزاع للشوط الرئيسي الانتاج الثانية. تستاهل خير يا ابو بريك. وش سلالة مستحيل؟ سلالته على مستحيل بير العرج امه بنت شهيد. مشاركاته قبل اليوم العام الثاني على الموتر ورابع على الموتر كلها اشواط رئيسيه، بس انا هو الاشتراك له سادس وشاركنا هو جاء ثالث واليوم سبق. نعم اليوم اول مسافه 8 كيلو ننطلق منها اليوم، وظاهر انها اليوم فالخير عليك وعلى الفايزين. وجهك كله بركه وخير يا يعني. وكيف رضاك عن مستواه اليوم في الثمانية؟ والله مستواه اليوم طيب، مستواه اليوم طيب، لكني ما نبدأ ايش بيسوي الثمانية، والله عانى اليوم سبق. كيف كم مسار قام القعود لحق؟ آخر واحد قام هو، ولا لحقهم إلا في الكيلو الأخير. أيضا تواصلت منافسات الحيل والزمول، حيث حضرت وحيشة مع حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية في شوط الحيل الإنتاج للمرة الثانية في هذا الموسم. تنتزع الشوط الأول الرئيسي للإنتاج، قطعت وحيشة ناموس الشوط ومسافة الشوط في 13 دقيقة 8 ثواني 10 أجزاء من الثانية، التهاني والناموس لمالكها علي بن سالم بن سنيد الدعية. هذه وحيشة لحظة وصولها إلى خط النهاية واقترابها من حسم الشوط، تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن سنيد الدعية وأبنائه الكرام. علي بن سالم بن سنيد تستاهل فوز وحيشة وانتزاعها للشوط الرئيسي للحيل الإنتاج. تستاهل خير يا أبو بريك، الله يسلمك ويرضى عليك. سالم وش سلالتها؟ سلالتها من هجنة من الوحيشة وبيها فلاح بعين الفصام، وناقصة عندها إنجازات طيبة أكثر من مرة ركضت وسبقت. وش مشاركاتها قبل اليوم؟ مشاركاتها سبقت أول زمان شاركناها، والعام تسبق وتنافس، والعام الأول تسبق وتنافس الله يبارك فيه. السنة هذه كم مرة أخذت الشوط الرئيسي؟ سبقت أول زمان وسبقت اليوم. كيف كان مسارها في الشوط مع الحيل؟ مسارها زين، من مسرحته وهي مقدمة الشوط عقب ما قبلنا الحقت وسبقت الله يبارك فيها، وهي معها هجن سباق ما يستهان به ولكن الله جملها. مستواها اليوم من مسافة 8 كيلو متر كان عندك شوي تخوف من احنا أول مرة ننطلق في الموسم؟ أكيد معها هجن سباق وركضت ما قلت ركض طيب، وصار سرحت في مقدمة الشوط يوم قبلنا وسبقت. وسالم اللي تسبق في الخمسة وفي الستة هل هي مرشحة في الثمانية؟ أكيد للسبوق تسبق، بعضها يسبق في الثمانية وبعضها يسبق في الأربعة وبعضها يسبق في المسافة القريب، ولا ارتفعت المسافة تسبقت. وناموس الإنتاج يا أبو سالم كيف تشوفه؟ والله ناموس الإنتاج أفضل من كذا بعد. أيضا تواصلت منافسات الزمول، حيث حضر غازي في الشوط الأول الرئيسي للإنتاج مع مالكه علي بن سعيد بن علي البريص المري، وكذلك تميز بالمخزون الاحتياطي الفائق المميز، قطع المسافة في 13 دقيقة 25 ثانية 30 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك غازي علي بن سعيد بن علي البريص المري. محمد بن حمد بن حلبان تستاهل فوز وناموس غازي بالشوط الأول الرئيسي للإنتاج. تستاهل خير أبو بريك، جارب يطول عمرك. وش سلالة غازي؟ غازي سلالته غازي بعير حمد بن راشد بن راية، ومن إنتاج سعيد بن علي بن راية، إنتاج عن سعيد بن علي بن راية. مشاركاته قبل اليوم؟ مشاركاته قبل اليوم يا أبو بريك سابق المحلي الثالث وعصافير البطان، وسبق المحلي الرابع وعصافير البطان، والله وفقه اليوم سبق بالثمانية وعصافير البطان كلها في الأشواط الرئيسية. إن شاء الله تبارك الله، ناموس الشوط الرئيسي والعصافير البطان شيء كبير وجهد يذكر ويشكر. جرب يطول عمرك أبو بريك، ما يحتاج، هذا ناموس بروحه، سابقة الشوط الأول عصافير البطان ناموس الحالة طال عمرك. كيف كان مساره اليوم في الشوط؟ والله مساره قام معهم قدام ثالث رابع واستلم الله يبارك فيه، وعقبه استلم يمكن عقب ما قطع له حول ثلاثة كيلو أو ثلاثة ونص، استلم ودبر على طول وجه الله يبارك فيه.
تهانينا والناموس لكل الفائزين في أول أيام هذا السباق المرحلة الثانية، أول أيام المرحلة الثانية من السباق المحلي الخامس، نهني جميع الفائزين. صالح بن راشد الدعبة شقاية تنتزع الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا أبكار، قدمت عرض مميز وتوقيتها فارق في ذلك اليوم. تهنئة والناموس لمالك شقاية الوالد خديجة بن عايض، والوالد خديجة بن عايض من المحاربين القدامى في المجال الريس، رجال له باع كبير في الهجن وعنده من الانتاج الطيب، وشقاية ما هو بغريب عليها ركضها اللي شفناه، عندها عدة نقاط سابقة. النقطة الثالثة تسجل. اي نعم، ومن شفنا مستواها السنة تبشر بخير، ما استغربنا انجاز امس، وحصل بينها وبين ناقة بن قمرة منافسة في الامتار الاخيرة. نعم الدوحة. اي نعم، استطاعت شقاية حسم الشوط لصالحها. اللي ما استغرب انها صاحبت افضل توقيت في الركض، مع ان المسافة في المحلي هذا أول مسافة فعلية من الثمانية. نعم، افتتاح الثمانية كيلو. اي نعم، في اللي تكسر التيم في أول افتتاح الثمانية، عبارة أنها إن شاء الله مستواها يبشر الخير في السباقات الجاية. بالنسبة المستحيل بعيد عجيان بن حمد بن صالح، تقدم له بالتهنية والناموس. بعير له عدة منافسات في السنوات اللي طافت، مثل ما سمعنا من مالكه كانت مشاركاته بداية الوقت تجهيزية. نعم، يقول ما شارك إلا يعني حتى 7 كيلو ما شارك. اي نعم، السبوق الله يبارك فيها مو إلا اللي بتسبق من 6 بتسبق من 8، حتى أن أغلبية الهجن اللي شاركت ما حتى 7 ما بعد فحهم هذا من 7. مستواه طيب، نهايته مستحيل، نهايته مثل ما قال مالكه شفناه آخر ما قام مركاب هو لحقهم في الأمتار الأخيرة، أصدر عليه مالكه الأوامر وكانت نهايته طيبة، ويبشر إن شاء الله بالخير للمالكه. استاهل. بالنسبة لأشواط الحيل، بالنسبة لأشواط إنتاج الحيل والزمول، شفنا ناقة علي بن سالم الدقية. نعم. حيشة مثل ما شفناها في المراكز اللي طافت، يمكن حوالي 3 محليات وهي صاحبة الشوط هذا، من غير منافساتها على السيارات في المراكز اللي طافت. نعم، نقدمها بالتهنئة والناموس لأبو سالم، وأبو سالم من الله يبارك لنا وله وبلة حلاله طيب، يبشر بالخير إن شاء الله، نتمنى له والأخوان المشاركين التوفيق في المهرجانات والناموس. نعم، بس ولا قاطعك ابو سالم، انا سالته اخذ معي مقابله، قال بحيشه من مربط عندي واسمها ينحدر من سلاله عندي معروفه من سين. اي نعم، بحيشه اذا كان انتاج ومربط عندك غالي وسابق الشوط هذا مكرره، ناموس فيه بعده نوام. وحيشه مربط معروف عند الدعيه، ومن خيره الهجن اللي عندها القطر اللي انتاجها طيب، واذا حصلت المنافسه في المهرجانات حضرت. التهنية موصولة للجد، هو ما شاء الله عليه قاعد هناك ينتج على الركاب الطيبة ويطرش على الربع يضمرون، وتنحدر من سلالة فلاح بعيد سوداني طيب. نعم. بالنسبة لشوط زمول غازي، نتقدم بالتهنية والناموس لمالكه علي بن سعيد وراشد والربع بن حلفان. البعير هذا من الركاب الطيبة في الموسم هذا، له 3 محليات، هو يحتكم شوطه مثل ما قالوا الربع عصاه في البطان. نعم، من غير منافساته العام على الرمز هذا للمرة الثالثة يسبق وعصاه في البطان. اي نعم، الشوط. نعم. الرئيسي. نعم، وغازي لو يروح في بكرة في المهرجان مو في شوط انتاج في رمز المفتوح، اتوقع يكون له حضور قوي، ان شاء الله نشوفه في المهرجانات في شوط الرموز، ينحدر. نعم. من سلالة غازي بعين حمد الراية. نعم، يستاهل. سلالة جيدة وبعير له انتاج طيب. نعم، يستاهل مالك غازي، ويستاهلون كل الفائزين في الفترة الصباحية. أيضا تواصلت منافسات الثنايا في الأشواط المفتوحة، إذن راح نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نهني جميع الفائزين في اليوم الأول 15 من نوفمبر. مشاهدين الأعزاء متواصلين، فاصل ونكمل ما تبقى من أشواط المرحلة الثانية.
مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء وحياكم الله. تواصلت منافسات الثنايا في اشواطنا العامه، اشواط مفتوحه في 16 من شهر نوفمبر الفتره الصباحيه. كان الشوط الاول الرئيسي المفتوح مع اوامر المملكه لسعود بن صالح بن حمد القمره. اوامر قطعت مسافه الشوط في 12 دقيقه 55 ثانيه 48 جزء من الثانيه، قدمت عرض اوامر تشكر عليه وفازت بالشوط الاول الرئيسي بكل جداره واستحقاق وكذلك انفراد. هذا هو شوط اوامر اللي فازت بالشوط الرئيسي المفتوح لهجن ابناء القبائل. شوف اوامر وشعارها المميز. طبعا قادها في هذا الفوز مضمر حمد بن سالم بن جهويل. نقدم التهاني لصالح بن حمد القمره سندباد القطري ومضمرها القدير حمد بن سالم بن جهويل. هذه اوامر تصل الى خط النهايه منتزعة الشوط الاول الرئيسي. سالم بن حمد بن جهويل تستاهل فوز اوامر وانتزاع للشوط الرئيسي المفتوح. مرحبا ومسهلا، تستاهل خير وعافيه. مش سلاله اوامر؟ سلاله اوامر بيها من عيال شاهين يسمونه الشاهين كوكولا، امها سودانيه. مشاركتها قبل اليوم؟ مشاركتها مشاريناها العام في الختامي ماخذ السياره، والسنه ثالث اشتراك لها، جهزنا اشتراكين خامس خامس واليوم ثالث دخول لها. نعم، كيف كان مسارها في الشوط المفتوح اليوم؟ والله مسارها اليوم الناقه اول مره تشترك من الثمانيه، والحلال تعرف اول اشتراكات لها من المدى البعيد. والناقة إن شاء الله اشتركت اشتراكا طيب وطلعت عند الكيلو الأخير، ويوم طلبنا منها السبق سبقت. أيضا تواصلت منافسات الأشواط المفتوحة للثنايا في القعدان. الشوط المفتوح حضر مبشر لشافي بن محمد بن علي الغفراني مسجلا أفضل توقيت في الثنايا. البكار والقعدان قطع المسافة مبشر في 12 دقيقة 49 ثانية 22 جزء من الثانية، قاده المضمر محمد بن علي بن مبارك الكاموخة. تهانينا والناموس. محمد بن علي الكاموخة تستاهل فوز مبشر وانتزاعه للشوط الرئيسي للثنايا شوط مفتوح. تستاهل خير وعافية من الله. ابو علي وش سلالة مبشر؟ سلالة المتحد بعير شبيب محمد نعيمي. مشاركاته قبل الشوط؟ السنة ولا العام؟ العام وذا السنة. السنة ما اشترك، العام ما جهاني على السيارة مرتين وماخذ السيارة. وإذا السنة هو دخل لها جو أمس. ليش يعني أنت كنت داخله وتجهزه ما دخلتها إلا في المحلي الخامس؟ لا، البيع كان معاه وحكة صحية وحسبت الركض بعد من 6 كيلو، والله ما حسبت من 8. ولكن جمل بيض الله وجهه. قد تفحم الثمانية ولا شاركته من الثمانية ولا أول مرة؟ لا والله حتى الستة ما فحمت والصراحة من خمسة. يعني المطية اللي تاخذ اللياقة الكاملة من مسافتها الأقصر من المسافة الرئيسية مثل الثمانية ما ضرها طول المسافة؟ ما ضر عادي. أهم شيء جاهزية. أهم شيء جاهزية المطية، قال المطية جاهزة مرة ما أهمها. استعدادك يا محمد لبقية الموسم، شاهدنا شاهين ينتزع سيارتين في هذا الموسم، ما شاء الله كان دخول مبشر يبشر بالخير، باقي الحلال بشرنا عنه عزبتك. إن شاء الله. بشر بالخير إن شاء الله. اللي المطية جاهزة بتشوفونه إن شاء الله. تهانينا والناموس للفائزين في ال 11 شوط اللي اقيمت في الفتره الصباحيه في الحادي السادس عشر من هذا الشهر. سالم بن محمد السندوانه، شاهدنا اوامر تنتزع الشوط المفتوح للثنايا البكار بشعار سعود بن صالح القمره، وكذلك مبشر مع شافي بن محمد الغفراني. اولا نهني الناموس كل الفائزين، نقول لهم تستاهلون الناموس، ونهني سعود بن صالح القمره على فوز اوامر. ابو بريك، اوامر مثل ما شفنا ركضها بكره طال عمرك العام في رصدها سياره، والسنه حسب الكلام اللي قاله الاخ سالم بن حمد بن جهويل انه ثلاث اشتراك لها. والشوط الاول بالنسبه لسن الثنايا يبين لك ملامح الحلال اللي بيكون في ان شاء الله مستعد للرموز. ما تقدم في الشوط الاول للسبوك، وعز الله اوامر ركضها طيب، وحتى شفناها ما كان بشيء مضايقها عند خط النهايه. ونقول راعي اوامر حافظ عليها، وان شاء الله في المؤسس نشوف اوامر ان شاء الله في الشوط الثنايا في الرمز ان شاء الله، وهي من اقوى الحلال اللي شفناه. طبعا سلالتها سلاله شاهينيه ابوها شاهين،
وامها سودانيه، والبكره طال عمرك تبشر بخير وعادها ان شاء الله نقول عاد عندها جهوز ان شاء الله مقبل. اما طال عمرك بالنسبه لمبشر فنهني صاحب مبشر شافي بن محمد الغفراني ونقول له تستاهل الناموس، ونهني الكاموخه على الناموس. ومبشر طال عمرك فرق بالتوقيت، يعني في السن بالذات الثنايا تعرف كل ما ارتفعنا في السن دائما الابكار هي اللي تكسر التيم. صح، تحصل قعود يكسر ثيم البكار اول مشاركه له في الموسم. اي فهذا بعد يدل على القعود من السبوك. نعم. ما يكسر في سن الثنايا والحيل والزمون اذا حصل ثني او بعير يكسر ثيم البكار. اعتقد سالم الان في رصيد السياره، هو حسب معلومات انه في رصيد السياره مبشر، والقعود قوي ثيم افضل ثيم ذاك اليوم، يعني في سن الثنايا. مرتين ثانيه على السياره وصلتنا المعلومات، ومرتين ثانيه على السياره. ومرتين ثانيه على السياره. نعم. يستاهل راعي مبشر، ومبشر يبشر بخير. ولو تتابع الركض تشوفه معطى الأوامر بعد، عنده احتياط في 8 كيلو. نعم. ونقول إن شاء الله إنه يكون مستعد إن شاء الله في المهرجانات. نعم. القادمة، وفاله الناموس إن شاء الله. نعم. أيضا متعب اللي حل عليه ثاني هو يا مبلش أو في الشوط اللي وراء، هذه ثاني أفضل توقيت في اللي شسمه الثنايا قعدان. عموما نهني الفائزين سالم بن حمد بن جهويل وشافي بن محمد الغفراني. حقيقة يا أبو حمد شاهدنا توقيتات تكسر، كان الافتتاح فعلا افتتاح لثمانية كيلو مع شقاية اللي جابت 52، هذا القعود بعد جايب 49. كانت يعني الموسم هذا بنقول مختلف عن سابقاته من مواسم حلال جاهز من بداية 8 كيلو. صحيح، الموسم يختلف وكل سنة عن سنة أفضل من السنة اللي قبلها، والقعود هذا مبشر قعود صعب. أول اشتراكهم 8 كيلو أفضل توقيت، كان الظاهر في وعكة صحية ورعية جاهزة. إيه صعب القعود هذا واجد. نعم. وهالقعدان الثنايا عينهم عليه. نعم. فالركض عينهم بيكون عليه. أول ركض له من 8 أفضل توقيت، قعود هذا صعب جدا. أبارك أنا مثل كاموخة وأنا مثل القمر على حصولهم الشوط الرئيسي. في نقطة بنضيفها بس. نعم. بالنسبة للثنايا إنتاج شقاية توقيتها في ذاك اليوم ماشي قرب عليه أبدا، وكان 16 يوم اللي بعد الايام اللي بعد المطر كانت الدوره عادة ثقيله مليانه ماء، وحتى اقرب تيم لها اعتقد 15 ثانيه او 16 ثانيه. نعم. في الارضيه بعد لها دور نقول. نعم. حتى راعي الشقاية جاب التيم قوي، يعني يمكن لو في يوم ثاني تكسر حاجز 52. بالمناسبه الثنايا والزمول سالم، الجمهور ينشدون من مدخور بعيد اسمه مدخور، بشرنا من صحته ان شاء الله. والله ان شاء الله مدخور طيب ان شاء الله. مدخور داخلين ان شاء الله. اكيد سالم بحكم انك محلل وتملك فئه من يعني مطايف في هذه الفئه، انت بتكون متابع كل شيء والتوقيتات وتعطينا افضل تحليل ولا اكسر في الربع الموجودين. مدخور بيسبقونه يا ابوك. بالنسبه طال عمرك للانتاج، الكل طبعا لذه الانتاج غير، فوز الانتاج غير، ونشوف حلال طيب الله يبارك لها له فيه. المراكيض تجهيزية، وأنا أقول لك الحين اللي مستعدة الحين المطايا اللي سبقت في المحل الخامس وتسبق في المحل السادس بيكون لها نصيب الأسد إن شاء الله في مهرجان المؤسس إن شاء إن شاء إن شاء الله. نعم أبو حمد، بنشوف الحلال اللي يثبت العام وجوده مثل مدخور ومثل غيره من الهجن. توقع أنت كخبير في هذا المجال أنها بتثبت وجودها ولا بيكون فيه مفاجآت؟ إذا الحين شفناها أثبتت وجودها في المحليات اللي قبل المهرجان، نفس الهجن اللي العام معروف. أغلبية الهجن اللي شفناها إلا بعض الحلال اللي عنده وعكة صحية ولا يعني استراتيجية مالكه ما يبقي يظهر الصورة قدام المنافسين. فأغلبية الهجن اللي شفناها لها إنجازات سابقة شفناها في. وبالنسبة للمؤسس شبه مكشوف الأوراق، حلال اللي يركض الحين هو اللي مرشح المؤسس. زين. نعم. اما اللي متاخر جهوزه الامير الوالد، اما بالمناسبه الكاموخه يوم جينا في عزبته قلنا هذا كان مفاجاه القعود، اول مره يشترك وخذ الشوط الاول، هل عندك مفاجات؟ قال عندي مفاجات وبتشوفها في المؤسس. في ناس يمكن مثل الكاموخه في حلال ما شفنا ابو حمد، هل توقع بيكون في مفاجات ولا بيكون في الحلال اللي واضح؟ بالنايف عنده حلال الحين ما. لا، المفاجات رموز، ما في مفاجات خاصه في السن الكبير، ما في مفاجات في الثنايا. اما القعود هذا الله يبارك فيه، هذا والمؤسس ان شاء الله انها يسوي بيجيب العلم الطيب. نعم. الحلال اللي هل يجهزونه الحين يا ابو حمد، توقع انه بيقدر يشيل الرموز اللي للحين يجي ثاني وثالث ورابع
اللي توه في اول جهوزه اللي عاده يجهز يعني اللي عاده يجهز بالمؤسس صعب. الرموز بتكون من اللي سبقوا الحين توقع اللي ظهر الحلال اللي جاهز اللي جاهز الحين هو في المؤسس الاكثر الحظ بيكون من نصيبه اكثر. ببرك العام لو لاحظنا العام الحلال اللي اخذ رموز في المؤسس كان محقق نقاط في السباقات المحليه وينافس يعني يا اول يا ثاني. نعم احنا نقول نعطيك امثله واجده من الحلال اللي شفناها العام وخذ رموز العام. النطيه اللي ما تظهر في المحل الخامس او المحل السادس ما تبين، اقدر اقول لك في الثلاث الاوائل، والتيم يكون يعني تيم قريب من تيم المركز رموز. الاول هذه بيكون حظها قليل في المؤسس. في المؤسس ابو ريك مهما عطنا رايك اقطع كلام الربع بالنسبه للحلال اللي يذكروه ولا اللي كان له ماضي طيب وفي المراكيز السابقه والمهرجانات. هو صح ان احنا شفنا بعض الحلال وصح ان احنا بنرشحه ولا حتى الجمهور اللي برا متابع يمكن شاف بعض الحلال، لكن في المهرجانات الدعوه وبلة الحلال لها دور. المراكيز في المهرجانات السن الكبير مرفوع عنه الفحص، نعم بالرموز بتشوف لك حلال يعني بامكانه ما ظهر في الصوره حاليا منافس سواء استراتيجيه مالكه ولا قل جهوز له. نعم لكن الربع قالوا بتبين في المؤسس، انا كمالك مطيه ابغى اشارك في المؤسس وفي الامير الوالد وفي الختامي، ابغى مستواي ما ينزل، كيف احافظ عليه؟ احافظ عليه السبوق لازمها تكون متواجده في عزبتك، توفيق الله فوق كل شيء. نعم. السبوق وبلة الحلال إلى الله وفق إن شاء الله بعض الحلال ما تعرقل بإضلاع ولا بشيء من الأمراض في السبوق بتكون مستواها ثابت وحاضر، خصوصا في السن الكبير، لأن السن الصغير بيكون متغلب لكن السن الكبير. لكن أنتوا محللين وملاك هجن، هل كثرة المشاركات من بداية المحلي الأول إلى المؤسس واللي عقبه المطية اللي متواصلة الاشتراكات، هل تشوف أنه يستنزفها يقلل من عطاها ولا يجهزها أكثر؟ يجهزها أكثر. نعم بعطيك امثله، يعني احنا شفنا في سن الثنايا ما راح احصي لك الحلال كله، شفنا مستوى لهب بعير بن جرحب صاحب رمز العام جذع وثاني وصيف على الرمز والسنه بين في المحل الخامس وكان اداءه طبعا ممتاز ومن الثنايا قعدان اللي مرشحه للرمز. منيف شفناها امس مشاركه طيبه العطيه بين امس، برشم عند بمانعة بين بعد أمس. في حلال يعني ما أقدر أعدك حلال، في حلال ما أخذت رموز العام ومنافسات على الرموز بينت في المحل الخامس ومستواه يبشر بخير. في بداية الموسم ما كانت السباق اللي طاف فازت فيه الهيجة راعية والهيجة عندك أصاف بطان وعندك ابتسامة للعيدة وعندك غير. نعم بس هذا الحلال سالم شارك في المحليات الأولى ولا بس؟ شارك الحلال أكثر حال شارك بس ما كان يعني يمكن المحل الأول أو الثاني أو الثالث ما بينت. نعم بدأت تبين من المحل الرابع والخامس. نعم أبو حمد يستمع أكثر مما يتكلم يا أبو حمد، وأنت من أكبر العزب اللي دائما تشيل الرموز وتشارك بقوة، ولا تعتبر هاي استراتيجية وما تبغى يستفيدون المحليين؟ لا بالعكس اسمها مستمتع بالحديث مع سالم كفى ووفى. نعم والحلال البداية استراتيجية بالنايفة وشي، خلنا ناخذ استراتيجيتك انت كمحلل وكمالك هجن. اركب المطيه اللي جاهزه وديها في الرمز، اللي مو بجاهز اخرها الشوط مؤخر لين المراكب الجايه ان شاء الله من تجهز وديها للرمز. بس كذا بكل سهوله ما ذخرناها. لا ما في خطط تتبعونها الملاك والمضمرين؟ برنامج يعني انت ماشي عليه كمالك هجن في العزبه، انا والله بشارك في المؤسس كذا كذا مطيه عدد فلاني من الهجن والسن ابغى المؤسس امير والد كذا، ولا الحلال كله يشترك؟ لا الحلال كله يشترك، اللي عنده اللي عذرها معها نخرها، اللي جايتها اصابه ولا ضالع نخرها، متى ما جهزت قدمناها. ولا الحلال انت عندك ما لها الا الدوره. هجن مرشحات مثل وزن ومثل غيرها من الاسماء اللي خذت اشواط رئيسيه. اختبار الله كريم ان شاء الله. اختبار وغيرها الله يوفقكم ان شاء الله. الله يجزاك خير يسلمك. نعم تواصلت مشاهدينا الاعزاء منافسات الثنايا لهجن اصحاب السمو والسعاده الشيوخ في 16 من نوفمبر. الشوط الأول الرئيسي للثنايا إبكار، أشواط مفتوحة اللي فازت بالشوط شمعة سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني مع مضمرها راشد بن عبد القادر البلوشي، هي صاحبة أفضل توقيت في الثنايا إبكار شمعة.
حاصلة على المركز الأول مرتين قبل هذا الشوط، تضيف النقطة الثالثة في رصيدها بقيادة المضمر عبد القادر البلوشي، تهانينا والناموس. قطعت المسافة في 13 دقيقة 38 ثانية 85 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، ولعبد القادر البلوشي، ولراشد بن عبد القادر البلوشي، ولأيضا البعينين المشرف على العزبة، تهانينا والناموس. أيضا تواصلت منافسات القعدان الشوط الأول الرئيسي. للثنايا فاز به الواعي من هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. الواعي قطع المسافة في 13 دقيقة 3 ثواني 43 جزء من الثانية. هذا هو الواعي يصل إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق، قدم عرض يشكر عليه الواعي، ونشكر مضمره الذهبي سالم بن فاران. تهانينا والفائزين في أشواط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، تهانينا لجميع الفائزين. أبو حمد، شهدنا شمعة تنتزع الشوط الأول الرئيسي، تسجل توقيت ما سجل في هجن أبناء القبائل ولا هجن أصحاب السمو الشيوخ، سواء في الإنتاج أو الأشواط المفتوحة. شمعة قدمت عرض يشكر عليه كأنها تركض في ختام، ما شاء الله عليه. أول شيء تقدم بالتهنئة المالك شمعة سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، منها راشد عبد القادر البلوشي. وشمعة هذه من الحلال اللي جاهز للمؤسس، ركضها طيب، بكرة قامت في المقدمة، تجاوز الحلال، ويوم طلب منها رعيها أنهت نهاية طيبة وبرهوة، والبكرة والناقة من قامت هي تشبه في الحلال وفي الكاميرات وفي العرب، ناقة عندها مخزون قوي. أهنيهم الناموس، البكرة هذه ترشح للمؤسس، نعم. تسبب ضغط للمؤسسات، نعم. وهني راعي مالك الواعي مؤسسة جن الشحانية ومضمرها سالم بن فاران المري. وشمعة ترى كسر التيم تقريبا بثمان أو تسع ثواني بينها وبين ثاني أفضل توقيت، نعم. ناقة طيبة والله يبارك لهم فيها. هل يعرف سلالتها شمعة؟ تنحدر من سلالة شهنية، شمعة دان بها سلالة شهنية، ولد شهن كليلي، نعم. وكانت صراحة رقم صعب وتوقيتها مميز. الراحت في المفتوح خطيرة، والراحت في المحليات في العمانيات البكرة بعدها خطيرة، نعم. وهني مالك الواعي، نعم. وهني مضمر الواعي سالم بن فاران المري على انتزاع الواعي في المركز الأول في الشوط الرئيسي. الواعي ينحدر من سلالة الواعي مملوك إنتاج أم الزبار، نعم. والواعي تيمه بعد مع الزمول يأهله 13 والشوط الباقي كله في العشرينات، نعم. قام وانهى عير طيب وجاب انفراد، وجاب انفراد. وهنيهم الناموس، نعم. تهانينا والناموس لمالك شمعة سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، وللمضمر راشد بن عبد القادر البلوشي، وللمضمر أيضا القدير عبد القادر البلوشي. التهاني أيضا لهجن الشحاني على فوز الواعي بالشوط الأول الرئيسي للثانية القعدان، الواعي اللي جاب انفراد. تهانينا أيضا للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. مشاهدين الأعزاء، راح نواصل ما تبقى لنا من حديث، ولكن فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، متواصلين في هذه الحلقة من برنامج الريس. أيضا تواصلت منافسات المحلي الخامس في أشواط الحيل والزمول، تواصلت في 17 من نوفمبر اللي فازت بالشوط الأول الرئيسي شوط مفتوح الضبي مع مالكها سالم بن جابر بن حنزاب. تهانينا والناموس سالم بن جابر بن حنزاب، وأيضا التهاني موصولة الفرج بن جابر بن حنزاب وللحنزاب كافة. الضبي تميزت بعرضها بأدائها بوصولها إلى خط النهاية، قطعت المسافة في 13 دقيقة 7 ثواني 44 جزء من الثانية. هذه الضبي تحمل الرقم 11. أيضا شاهدنا شعار المسند ينافس
في ذلك اليوم، وشعر أيضا بالعرج تهانينا والناموس لهم جميعا اللي حلوا في المركز الثاني والثالث. هذه الظبي ولحظة معانقة الناموس في شوط الحيل الأول الرئيسي المفتوح. فرج بن جابر بن حنزاب، تستاهل فوز الظبي وانتزاعه للشوط الرئيسي الحيل الشوط المفتوح. تستاهل خير وعافية الله يسلم. وش سلالة الظبي؟ سلالة الظبي أبوها ولد الحنيش بعير صالح البرقي، ومسي عليه بالخير. مشاركتها قبل اليوم؟ مشاركتها السنة هذه ثاني وثاني واليوم الأول. تبارك الله، يعني وصيفة مرتين واليوم انتزعت شوط الرئيسي. نعم نعم. كيف كان مسارها اليوم؟ والله مسارها مسار من يوم مشينا والحين متفائلين ان شاء الله تسبق اليوم. اليوم ابد قامت في الخمس الاولى، من بدات في الخمس ما تاخرت اليوم والحمد لله. الله طلبت منها عند 600. نعم استجابت ما شاء الله، الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ناموس الشوط الرئيسي وكل الملاك معك والمضمرين اكيد ناموسه غير يا ابو سالم. طبعا ابو جابر يا ابو محمد، الشوط الاول كل شيء في الأول هو زين، كل شيء الأول زين مرة. نعم الحمد لله. هو صعب، صعب جدا جدا، ما هو تحصل عليه، ما هو بسيط، لأنه هو يأهلك الأشواط كل هجان يطمح فيها، كل هجان من يوم يبدأ الهجان هو يطمح الشوط الأول ويطمح الرمل. المشاركة في شوط الخمسة مليون والله إن شاء الله، أما إحنا نحاول إن شاء الله والله يوفق الجميع. بغي عضرعية أيضا تواصلت مشاهدين الأعزاء أشواط الزمول، حيث حضر برشم في الشوط الأول الرئيسي المفتوح مع مالك محمد بن سالم بن مانعه. تهانينا والناموس لمحمد ولأيضا لصالح بن مانعه، قطع المسافة في 13 دقيقة 17 ثانية 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك برشم، من قدم عرض يشكر عليه. تستاهل فوز برشم وانتزع للشوط الزمول المفتوح. يا مرحبا ومسهلا وبريك، مساء الخير. وش سلالة برشم؟ برشم سلالته بها الشقب وما محلية. مشاركاتها قبل اليوم؟ مشاركاتها سابقة أصعب حبطان في المحل الرابع، وثاني في المحل الثالث، عندها العام سيف الكويت، عندها تقريبا 6 سيارات أو 7 سيارات في تصيده. الله الله، هذه إنجازات. كم مسارها اليوم في الشوط؟ والله مسار الشوط الأول، مسار الشوط الأول دائما صعب، ما تقدر تقيمه خاصة اللي عنده مطية سائلة، لكن مسارها زين. قام البعير في نصف الشوط ويوم تناصفت المسافة. انت طلبت منه؟ والله تقريبا طلبت منه يمكن من كيلو ونص. من كيلو ونص واستجاب لين خط النهاية. اي نعم سيء. كيف تشوف مستواه وتقيمه في هذا الموسم؟ هو بعير معروف وبعير عنده رموز وله جماهيرية. والله الظن فيه طيب، الظن فيه طيب، مستواه إن شاء الله مرضي ونبغى منها أكثر. تهانينا والناموس لكل الفائزين في أشواط الحيل والزمول في الفترة الصباحية في يوم السبت يوم أمس. سالم بن محمد، شاهدنا الظبي تنتزع الشوط الأول الرئيسي المفتوح مع ملكها سالم بن جابر بن حنزاب، وكذلك شاهدنا برشم مع محمد بن سالم بن مانع. نهني جميع الفائزين، نقول تستاهلون الناموس. نهني سالم بن جابر بن حنزاب وأخوه فرج، نقولهم تستاهلون ناموس الظبي. الشوط الأول هذا شوط الملايين حاليا في المحل. الشوط الأول الحيل هذا هو شوط الجوائز الضخمة يعني. نعم. ونقول الفرج الله يبارك فيها الظبي اللي واصلت مسيرتها في المقدمة، وأنا حتى كنت موجود وأباري الشوط، كان ركابها مايل يسار شوي البكرة، وأتوقع أن فرج تأخر عليه في الأوامر عند 600، حاسب حساب انها توصل ذا الركاب يطيح، ذا الركاب يطيح اتوقع. نعم. انا والله لا كلمته، لكن هاي توقعاتي يعني. وما شاء الله عليها جات برهو
وما يسبق الشوط الاول بالذات في السن الحيل الا ناقه طال عمرك لها ان شاء الله حظ قوي ان شاء الله في الايام الجايه، ولا بغريب على سالم بن جابر ولا على فرج بن جابر، هالركض من سنين وهالنواميس وهالانتاج طيب. شوط الحيل يا سالم دائما مستهدف من كل المشاركين. شوط الحيل مطيه تاخذ في الشوط الاول مطيه من حسب الاحساب في الترشيحات، وتقريبا الظبي الان تاهلت الشوط الملايين ان شاء الله تاهلت. نعم اللي تاخذ الشوط الرئيسي حسب اللجنه، نعم انها تاهل ان شاء الله للرمز، يكون في رصيدها سياره وسابقه الشوط الاول حسب لان في رصيد اللي سياره العام. هذا اللي عاملين به الشوط الاول نفس النظام العام. نعم. يا الشوط الاول او في رصيد المطيه سياره. نعم. ابو جابر الان او دخله في الخمس في شيء من اشواط الرموز، لكن سال فرج بن جابر بن حنزاب ظاهر ناوي على الملايين. الله يرزق ان شاء الله بالملايين السنه دي. نعم. يستاهل فرج وسالم والربع، والله يبارك له ان شاء الله في الظبي ويشوفها ان شاء الله في المهرجانات ان شاء الله في الرموز. الله يوفقه وبرشم اللي ونهني الاخ محمد بن سالم من مانعه والشاعر صالح من مانعه، نقول تستاهلوا الناموس برشم ما شاء الله عليه، يعني سابق المحلي اللي طاف قبلك، سابق غير تاريخ البعير عندي في رصيده يمكن 6 أو 7 سيارات، واعتقد رمزين سيف ما سيف الكويت وسيف الكويت سيف الكويت وسيف الكويت وبرشم مو بغريب عليه السبق، والربع صالح ومحمد من الناس اللي يعني ما شاء الله عليهم مطيتهم دائما تجيك مستمره في الركض ومستواها ثابت. برشم جاب كل اريحيه، وحنا نقول ان شاء الله برشم السنه هذه نشوفه ان شاء الله في رمز المفتوح وفالهم الناموس، ونقول ان شاء الله انه يبشر بخير ان شاء الله السنه. بالمناسبه سالم بس اود تذكير ان برشم العام خذ السيف ورجع وشارك في مهرجان الامير الوالد وخذ سيارته وعصافي بطان سيف الكويت الشوط الاول عصر. نعم وخذ العصر اعتقد كان افضل تيم بعد. نعم غير انه ما ادري عن افضل تيم، لكن كان افضل تيم اذا هو في الزمول في الزمول في الزمول وين خذ السياره؟ ايه؟ لا افضل تيم عندي انا العصر العصر في الزمول والله نابع عنده معلومات زين هذا راعي. نعم ارب عيلك موجود السنه ذي بعيري ان شاء الله عند حمد القريصي ان شاء الله، والله يوفقه ان شاء الله. الله يوفقه ان شاء الله. نعم نهني جميع الفائزين تغلط ملكيته اخر الموسم الى هجن الشقر. نعم الله يوفقهم ان شاء الله ونهني جميع الفائزين، لكن لفت انتباهي ابو حمد حضور اسماء مثل برشم مثل الظبي، اسماء معروفه لها صولاتها لها جولاتها، ايضا في الشوط في احد الاشواط اللي كان افضل توقيت اللي فازت به دباحه، هذا الشوط العطيه دباحه أيه. العطيه هذا الشوط كان فيه الذيبه ذيبه العيده شوط سيف هذا كبير حتى فيها وكان فيه الهيجه وفيها نعم الهجن السباق اللي مخلات رموز كلها كان فيها الشوط كانت مجتمع في الشوط وكان هو افضل توقيت افضل توقيت. احنا ليش تطرقنا للشوط؟ لان الهجن الرئيسيات اللي مرشحه للسيوف اكثرها ظهر وضغط من وضغط. من الستارت للنهايه ضغط في الشوط هذا نعم وهجن مسمية فيه وكان مستهدف الشوط. الشوط هذاك بالفعل أبو حمد كان مستهدف وكان فيه تكتيك وحرقة ورق من بداية. صحيح. وجاب أفضل توقيت. أفضل توقيت. نعم. لكن هل الحيل ما ترموز الله يعينهم السنة يعينهم كلهم على آخر ويعينهم على هل الثنايا اللي ارتفعت للسنة. نعم. هذا بروحه حمل ثاني. أكيد. نعم. لكن السنة هذه راح نستمتع إن شاء الله يا أبو سعد أبو راشد إن شاء الله راح نستمتع بمنافسة حامل. ان شاء الله بكل الاسنان ان شاء الله ونتقدم التهنئه لهالاشواط الرئيسيه. نعم. مالك الظبي ومالك برشم وهل الظبي ناويين على خير السيف الله يوفقنا ويوفقهم الحنزاب. نعم والظبي جاي ثاني على السياره العام ومن الهجن اللي لها حضور في الامتار الاخيره ناقه ترشي على العصا على مراكيضها اللي شفناها العام، مع انها العام جاها بعض السواديف الضلاع وجهزوها اهلها وما شفناها محضره في الشوط الرئيسي الا يبغونها ان شاء الله للسيوف. نعم ابو راشد برشم غني عن التعريف. اكيد. ونبغي مالكه ان شاء الله يجهز قصيده المؤسس ان شاء الله. بالمناسبه هو قال لي في بيتين بيرسلها لنا على الهاشتاج او في التواصل الاجتماعي محمد بن سالم بن مانعه ما ارسلنا البيتين. كذلك هني صالح المانعه الشاعر والمنشد. هني جميع الفائزين شاعر الوطن. بالمناسبة الشوط السيف إيش الذلول اللي أنت تقدر تقدمها فيها؟ يحتاج ناقة دفوع، يحتاج ناقة لحوق، يحتاج ناقة تحمل العصا. إيش المواصفات اللي ناقة مثل الظبي؟ نعم. اللي لها بتدفع لها بتأخر. بالخمس. مقارها بالشوط
احسن مغاره. هذا ان شاء الله فالي قبلته يا ابو بريك انت الحين قبلته يا فالخي ان شاء الله. اما احنا مرتاحين من ناحيه برشا انهم مو معنا في الانتاج زين في المفتوح في المفتوح معك الطاير الطاير بيروح مفتوح معك غازي ومعك انا اقول غازي والطاير مستواه مفتوح لا تروح للانتاج ما لهم حاجه زين وش المواصفات الحايه اللي انت تبغيها في شوط السيف على طاري اشواط السيوف ذكرنا شوط قال لنا ابو حمد ان شوط سيف انت انتوا كخبراء ايش المواصفات اللي في الدلول اللي تهيئها شوط السيف والله في شوط السيف شوط الملايين شوط نعم. السيف عندك هي حالتين يا حايل تقوم راس وعندها نهايه هذا حظه قوي مثل العبيه مثل العبيه او طال عمرك حايل الى اخرات احتياطيها قوي مثل دوحه بن عقيل مثل الدح نعم ثنتين اذا توفرت عندك انت ان شاء الله حظك قوي في شو اسمه في في, في في السيف نعم هذه وجهه نظر ابو محمد نعم ابو حمد والله اللي بيكون لها توفيق وعندها مخزون قوي هم كلها عندها مخزون قوي ما تروح في الشوط الا واحد عندها مخزونها انت كمالك هجن لك باع طويل بتودي في الشوط شوط السيف الملايين دول اللي تلحق من وراء ولا اللي تدفع وتواصل ودي اسبق ما عندي سواء اللي تلحق ولا اللي تقوم ولا بتحط ثنتين لا بقول لك اللي انت تبغي ودك باللي تاخر ولا اللي تقوم المقدم لا والله ودي باللي بتقوم وانت مرتاح وانا مرتاح ان وصلت وصلت وما وصلت لكن لا. ان شاء الله اللي تقوم حظها اسمها اطيب من اللي بس تخر. بيكون في حرق اوراق ضغط على المقدمه دائما ان شاء الله نبعدهم عاد يحقوها نعم نهنى جميع الفائزين والله يوفقهم ان شاء الله كلهم ايضا تواصلت المنافسات في يوم السبت يوم الامس اليوم 17 من نوفمبر هجن اصحاب السمو سعادة الشيوخ الشوط الاول الرئيسي للحيل فازت به المغيرة اللي غارت على شوط الحيل من هجن الشحانية مع مضمرها جابر بن سالم بن فاران المغيرة قدمت عرض تشكر عليه بعد ضغوط من هجن الشحانية اللي مع سالم بن فاران شاهدنا المغيرة تفوز بالشوط الرئيسي المفتوح هذه المغيرة في شوطها كانت أوزان في المركز الثاني من هجن الشحانية مع سالم بن فاران والبرقة حلت في المركز الثالث أيضا مع سالم بن فاران ولكن المغيرة قطعت المسافة في 12 دقيقة 55 ثانية 94 جزء من الثانية تهاني والناموس لمؤسسة هجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران تهانينا والناموس بينما تواصلت منافسات الزمول في الشوط الرئيسي المفتوح فاز مناور من هجر الشحانية بالشوط الرئيسي للزمول مع المضمر جابر بن سالم بن فاران مناور قطع المسافة في 13 دقيقة 28 ثانية 5 أجزاء من الثانية اللي حل في المركز الثاني الفارس وطماع حل في المركز الثالث من هجر الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران تهانينا والناموس لهجن الشحانية حياكم الله مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس لكل الفائزين في الاشواط المفتوحه في سن الحيل والزمول شاهدنا المغيره يا ابو حمد ومناور من هجن الشحانيه مع المضمر جابر بن سالم بن فاران عندك ولا عند ابو راشد؟ انا ابو راشد واحد اللي تامر به اللي عندك ابو حمد بنرجع لابو راشد كلكم بتحلل عليه تقدم التهنئه والناموس لمؤسسه هجن الشحانيه على احتكارها الأشواط الرئيسية للحيل والزمول ومثل ما عودتنا مؤسسة الشحانية كل محلي نشوف كوكبه من الحيل والزمول اللي ما شفناها في المحليات السابقة سواء أنها سياسة مضمرينها اللي يجهزونها إن شاء الله للمهرجانات استطاعت المغيرة هجن الشحاني في قيادة الشبل تميز الشبل في ذلك اي نعم انت تقدم لها بالتهنية على حصولها للشوط الرئيسي الحيل والزمول والمغيرة من شوارد الشحانية اللي لها ماضي طيب و عندك سلالتها؟ اي نعم تنحدر من سلالة مياس معيال مياس نعم بيها انجازاتها انجازاتها لها منافسات قوية في المهرجانات
واستطعت ذاك اليوم انها تكون صاحبة افضل توقيت. نعم. والمغيرة من ركضها ذاك اليوم نفس عادتها في المراكز اللي عرفناها فيها. وكذلك مناور صاحب انجازات، واذا ما خاب الذاكره هنا جاي ثاني على الرمز وراء المطلع في احد الختاميات، وينحدر من سلاله خوف. نعم. تهانينا وناموس هدن الشحانيه. وكذلك شفنا الحين مثل كود ومثل الصباحيه ومثل طوع ومثل الباز ومثل فجاج، دائما يحرصون شاركت كلها. اي كلها شاركت، يجهزون ان شاء الله الختاميات ويطمنون حتى جماهير هدن الشحاني. نعم. اتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. نعم. تهانينا والناموس. تميز المضمر الشبل في ختام المرحله الثانيه من المحل الخامس بانتزاع الاشواط المفتوحه للحيل والزمول. وحمد نرجع لك، تعليقك على اداء هدن الشحاني ومستواها وتميز الشبل في ختام المرحله الثانيه من المحل الخامس. هني الناموس جابر بن سالم بن فاران على سبق المغيرة وسبق مناور الأشواط الرئيسية. نعم. وهجن الشحانية هذه كلها مخذات رموز ومنافسات على رموز. المغيرة ركضها طيب، قامت من الانطلاق للنهاية وسبقت الناقة براهو، ومناور كذلك سبق براهو ولا حصل ضغط. وهجن الشحانية تمتلك من أفضل الحيل، من أفضل المؤسسات اللي عندها حيل وعندها تمتلك الندر. نعم. والله يوفقهم ان شاء الله في المهرجانات القادمه. الله يوفق الجميع. وتهانينا وناموس لهجن الشحانيه ولكل الفائزين. الان احنا الان يا ابو راشد مقبلين على مرحله مثل ما تقول فاصله، المرحله المحلي السادس، ولكن راح اكمل حديثي معك بعد هذا الفاصل، راح نرجع نناقش السباق المحلي السادس وش اللي مفروض يتخذه مالك الذلول من التدابير وتجهيز لمهرجان المؤسس. فاصل ونواصل في إكمال ما تبقى من حديثنا في هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء، متواصلين في هذه الحلقه. كنا عندك يا ابو راشد نقول احنا الحين مقبلين على محطه اخيره قبل مهرجان المؤسس، توقع الهجن اللي بكلها نصيب الاسد. انت عندك حلال، هل الحلال اللي تبغي في الرموز المؤسس بتشارك به في المحل السادس؟ اكيد بشارك. المطيه اللي جاهزه للمشاركه بنشاركها. أكيد كل مالك هجن بيشارك حلاله، خصوصا المدة الزمنية اللي بين المحل السادس وبين مؤسس ما يقارب شهر 20 يوم تقريبا أو 25 يوم. نعم. فكل مالك هجن واستراتيجيته وترتيبه في تجهيز حلاله. بعضهم يقول لك لا بطوف المحل السادس وشارك في المؤسس، بعضهم يقول لك لا أنا بشارك في المؤسس حتى لو ما يطلب منها مجرد أنها مشاركة. نعم. تجهيزية المهرجان المؤسس. يعني بتشارك تجهيزية ما راح يطلب منها. اي نعم. نعم. لو طلبت منها ممكن ما تأدي في المؤسس؟ لا تأدي، عندها وقت، عندها 25 يوم. نعم. راح نكمل حديثنا عن المهرجان المؤسس ان شاء الله، ولكن نشوف الجدول وجدول المحل السادس ونتكلم ان شاء الله عن المحل السادس وما يلي. هذا هو البرنامج السنوي لسباقات الهجن. ان شاء الله راح نستأنف المحلي السادس بإذن الله في 21 من شهر نوفمبر مع الحقائق أشواط مفتوحة يوم الأربعاء الفترة المسائية من مسافة 3 كيلومترات. يوم الخميس راح نستأنف يوم الأربعاء أشواط الحقائق المفتوحة. نعم. يوم الخميس إن شاء الله الفترة الصباحية حقائق لأبناء القبائل الموافق 22 من هذا الشهر من مسافة 4 كيلومترات. وننوه على نحن راح نفتتح هذه المسافة لهذا السن للمرة الأولى. الخميس الفترة المسائية أشواط عامة هي الأشواط الرئيسية راح تكون في الفترة المسائية. يوم الجمعة إن شاء الله 23/11 من هذا الشهر اللي قاية
الفترة الصباحية أشواط عامة من مسافة 5 كيلومترات، هي الأخرى تنطلق من هذه المسافة المرة الأولى الفترة الصباحية. الفترة المسائية راح تكون خاصة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ اللقايا أيضا من مسافة 5 كيلومترات. يوم السبت 24 من نوفمبر هذا الشهر راح تختتم المرحلة الأولى مع الجداع الفترة الصباحية لأشواط القبائل أشواط عامة، الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأيضا من مسافة 6 كيلومترات، بينما المرحلة الثانية راح تبدأ في مع ختام الشهر في 30 نوفمبر مع أشواط الثنايا من مسافة 8 كيلومترات الفترة الصباحية، وأيضا يوم الجمعة من نفس اليوم ثنايا أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو الشيوخ. يوم السبت 1/12 بإذن الله راح نستأنف أشواط الحيل والزمول أشواط عامة 8 كيلو الفترة الصباحية. يوم السبت أيضا الهجن الحيل والزمول والهجن السودانية راح تكون أيضا في يوم السبت. يوم السبت الفترة المسائية من تاريخ 1/12 الحيل والزمول أشواط مفتوحة من مسافة 8 كيلومترات لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. هذا هو البرنامج والجدول المشاهدين الأعزاء للمهرجان والسباق المحلي السادس اللي يجهز ومن خلاله يحكم مالك الذلول على مدى جاهزيتها للمشاركة في مهرجان المؤسس الكبير. نرجع لك براشد، نشكر اللجنة حقيقة على كل ما تقوم به بداية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني ونائب رئيس اللجنة سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري، وكذلك مبارك بن محمد بن بادي نائب مدير اللجنة المنظمة لسباقات اللجنة، وكل العاملين في اللجنة على ما يقومون به من جهود جبارة، سباقات محلية، مهرجانات، مزاينات تقام، هذا كله تحت مظلة اللجنة، جهد كبير نشكر الإخوان عليه حقيقة. كذلك شهدنا المحلي السادس كل سن من مسافته بداية بالحقائق 4، اللقاء 5، الجزاء 6، السن الكبير من 8. أعتقد خلاص الكل جاهز، يعني ما يبغون إن شاء الله لتوفيق الله. إن شاء الله هذا شيء طيب، والكلام عن اللجنة يعجز الأمانة. بالنسبة للمحل السادس مثل ما تكرمت، كل سن في مسافته، حتى مالك الهجن نفسه لو بغى منها مجرد مشاركة يكون مطمن وعلى مستواه يجهز إن شاء الله المهرجان المؤسس. بالنسبة لكلام المهرجان المؤسس ما قلت لك أن الوقت ممدي، حتى الشخص اللي بيجهز حلاله عنده الوقت الكافي. نعم أي نعم نعم، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. سالم بن محمد، شاهدنا المسافات كل سن من سنه، الحقائق المرة الأولى تنطلق من 4، اللقاية للمرة الأولى تنطلق من 5، الجذاع للمرة الأولى تنطلق من 6، الكبار انطلقت في المحلي 5 وشاهدناها يعني تميزت وكسرت التوقيت. خلاص لهذه المسافة المقررة اللي بنشوفها في المهرجانات الكبيرة. المحلي السادس مهرجان مصغر سالم. طبعا كل ملاك الهجن ومحبين الرياضة ينتظرون المسافة، ونشكر اللجنة على دورها في تحديد الجدول الزمني اللي صادف الوقت هذا، يعني الحقائق 4 كيلو واللقاية من 5 والجذاع من 6 في الوقت هذا، الجو لا يعلى عليه، جو المطاعم تقدر تركض من 6 ومن 5 ومن 4 ومسافاتها يعني. حتى السنة الكبير لو لاحظت أركضوا بس المحل 5 من 8 والجو كان معتدل، حتى الحال يقدر أركض من 8 فيه ما عندهم مشاكل. المسافة ذي طبعا جات قبل المهرجانات لأنها بتكون تجهيزية للحلال، يكون عنده اشتراك من مسافته في ركض ويبين استعداد الحلال قبل المهرجانات، يعني راعي اللقية اللي تركض من 4 تجي 4 5 ممكن أرفعها من 5 يمكن يكون حظ كبير، عندها كيلو احتياط والجذاع نفس الشيء. لكن أبو بريك بشكل عام المطية اللي بتسبق من 4 ولا من 5 ولا من 6 هي السبوق اللي بتسبق بعد المسافات دي، تقول 90% من الحلال اللي سبق من 4 كيلو في اللقاية إذا راح 5 هو نفس الحلال اللي بينافس بيسبق في المسافة دي، إلا المطية اللي ما عندها جهوز أو راعيها مخرها مثلا، هذه بعد نقدر نقول في 6 بيكون لها حظ كبير. أشوف عنده تعليق بالنايفة عنده بكرة لقية السبوق ويفكر في 5 كيلو
اختيار الله خاف على لونه الستة ما عليه. لا إن شاء الله الله كريم. تفضل أبو أحمد. أول شيء أشكر اللجنة منظمة لسباقات الهجن على رأس متاعة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني ومدير عام اللجنة ونائب الرئيس عبد الله الكواري ومدير عام اللجنة مبارك النعيمي. وأتوقع أنا في المحلي السادس بتصير فيه سوق انتقالات. بتصير فيه؟ سوق انتقالات. سوق انتقالات. أنه آخر محلي قبل المؤسس. واللي يبغون يشترون بيشوفون الحلال. واللي يبغون الرموز بيشترون الحلال. اللي جاهز. اللي جاهز واللي مسجل لها مكرر السبق. وأثبت وجوده في المحلي السادس. وعنده نقص في هالفئة. أتوقع أنه بيصير فيه سوق انتقالات. والله يوفق الجميع. وبالنسبة للمسافات هاي المسافة قد الحلال جاهز، الحلال اللي بيركض المؤسس بيركض من ذا المسافة لازم انه يدخل ذا المسافة قبل المؤسس. نعم. لأن في اللي قايمة 5 كيلو والجذاع والثنايا كل فئة بمسافتها لازم انه يدخلها دخول ذا المسافة قبل اللي يجي مهرجان المؤسس. نعم. عشان كذا انا اقول بتصير في سوق انتقالات انها المطيه ركضت مسافتها وبتركض طول الموسم من ذا المسافه خلاص. اي نعم. نعم. نجي لسن الحقائق، انتم كملاك هجن، بعض الملاك يقول انا ودي بالحقائق تركض مسافه 3، والبعض يقول لا 3 ضغط على الحشوان او الحقائق، فاكثر الناس يبغوا المسافه هذه، يتمنى المسافه هذه من زمان. الحق اللي بتسبق من الاربعه كلام للجميع، بس الحق اللي بتسبق من الاربعه خلاص خذ حق السبوق. انت يا سالم كمالك هجن تحب تركض من 3 ولا 4 الحق بالنسبه لسن الحقائق؟ نعم. وجاهزه مثل الحين جايك المؤسس؟ لا والله ودي بالأربعة. نعم. ما فيها ضغط شوي؟ الأربعة المسافه اطول، مطيه تنسم، والمطيه تنسم فيها. صحيح. وحتى المسار الشوط ما يجيك كله مع الاخر للنهايه، الكيلو الاخير ذا السبوق بتروح قدام، واللي في السبوق بتوقف عند الكيلو الاخير عند 3 ولا 4 عشان بعد المساير اللي ساير معك تخف السيارات عندك يوم الاخير. واللي تسبق من 3 هي بتسبق من 4، هي السبق سبق على كل حال، بس الاربعه شوي احنا نشوف انه حتى المساير تنسب المطيه من تقطع كيلوين على الاقل انسمت وتجيها الاوامر في الكيلو الاخير. بعدين ما عاد عليها الحقائق الوقت الحالي يحطوها من 5 ما عندها مشكله. لا انت كمالك هجن تبغى تركض الحقه اكيد هم مصالحها في مسافتها، يعني إذا بعض الملاك بيقول لك إنها من 3 أفضل لها. هل الدفاعات يبغون 3؟ لا سلم عليهم، الدفاعات من محل السادس ما عاد فيه. نعم. في المؤسس والمهرجانات. ايه. والجوائز العينية إن شاء الله اللي ايه تنتظر الفائزين. هذا الكلام. فمسافتها هي أنسب لها من 3، بالعكس بيكون له ضغط عليها حتى المطية اللي تأخر، يعني بيكون من 4 لها رياحية أكثر لها من 3. إيه نعم. فإن شاء الله بنشوف استمتاع في مهرجان المؤسس في جميع الأسنان إن شاء الله، خصوصا ضيوف البلاد اللي ناصين المهرجان رحب فيهم. نعم. براشد الحين نقدر نحكم على اللي بتشارك في أشواط الرموز من الأشواط السباقات اللي راحت ولا ننتظر إلى السباق السادس؟ بالنسبة للحقائق واللقايا سن صغير وسن متغلب، خصوصا أكثر السوق فيه، فصعب إنك بترشح لك مطية فيه إلا عقب ما تشوف الكشف في الشوط اللي مسدل. أما في السن الكبير لا، بتكون بترشح 3 مطايا 4 مطايا بتكون دائرة المنافسة عليه. نعم. لكن السن الصغير صعب. تقدر ترشح شيء في السن الصغير من الحين؟ لا ولا بدري على التشحن؟ أغلبية الحلال أنت ماكينة الشحاني. نعم. أي نعم. بيكون في مفاجآت. تكون في مفاجآت، خصوصا بعد بيكون في ضيوف مشاركين من دول الخليج للمهرجان المؤسس. ما نبغي نسبق الأحداث. نعم. أي. على سبيل المثال لو جينا الحقائق القعدان بقول لك شاهين قعودك هموخه انتقلت ملكيته شاهين. لا ما زال عند مالكه. ما زال عند مالكه ومن القعدان المرشح بدون ملك. اكيد شاهين شفنا لها مشاركه من 1.2 كيلو من 1.5 كيلو من 2 ومن 3 اشتراكاتها طيبه. ف الاربعه على سبيل المثال احنا ما نتكلم عن شاهين بيكون هو اقول لك مثلا يعني لانه ماخذ سيارتين بيكون الشوطين الرئيسيه فانت رشح. بيكون هو المرشح قعود سبوق ومالكه يحمل. رايك ابو راشد ولا اقطع كلام كذا بالخير في اللي يقول لك سن الحقائق سن مفاجآت؟ صحيح. هل هو سن مفاجآت ولا لا؟ كلام سليم، سن مفاجآت وسن متقلب، يعني ترشح لك حقه ولا حق رصيده 5 سيارات بكره تركض يخب، مو بشرط، مو بسن، مو مثل السن الكبير، سن مطيه كبيره بتركض حتى اخلتها
كان بدل ما تاخذ الاول ممكن تنازل الثالث رابع، لكن السن الصغير اللي هي الحقائق واللقيه اصعب سن في الضمار، يخله شيء بسيط يخله. نعم، رايكم يا خبراء ابو حمد؟ صحيح سن الصغير سن الحقائق، هل هو مفاجآت؟ صحيح سن مفاجآت. نعم، كل دليلنا المحل الاول والثاني والثالث كل مطية تسوي بشوط اول غير عن الثانية، ونادر تحصل مطية سجلت نقطتين او سيارتين في سن الحقائق. نعم، بس ممكن مثل شاهين الكاموخة سجل نقطتين، وعتيم عندك عتيم اكثر من نقطة. سالم في الانتاج ام الزبار. نعم تفضل. لا اقول عتيم في انتاج ام الزبار. ليه انتاج ام الزبار؟ بس انا بقول لكم احد ملاك الهجن ما نبغى نذكر اسمه خبير في هذا المجال ويشتري ويدعم إنتاجه ويسبق بالمشترى، جاني في سباق من السباقات في كان في حقائق في مركز حقائق في رموز في مهرجان، فقال لي شريك عندنا المرشح، قلت له هذا سن مفاجآت كلام اللي معتاد، قال لي لا شري بيده كذا، قال لي هذا مش سن مفاجآت، كل الحلال سبق وهله ادخروه في السبق، واليوم ما راح يسبق إلا مطية سبوق. صحيح. وأنا رشح عندك قعود مرشح الرجال، وأنا رشح قعود فلان وسبق فلان وهو جاء عليه ثاني فوتو فنش على الخط، فانا انبهرت فغير فكره وجهه نظري انا انه مو بس المفاجآت. ما ادري انتم تتفقون مع ذاك المالك ولا لا؟ والله اذا كانت المطيه نادره في بعض الحلال لا، هو عارض مدر. هو عارض على انه يكون سن مفاجآت، قال لا ما يسبق الا مطيه سن الصغير. السن الصغير وبريك. والله شوف حن هالهجن ونركض السن الصغير بالذات مستواه مو ثابت. لا شوف مثل عندنا في قطر الحلال معروف. نعم. نفس العام في سباق الأمير الوالد أكثر الأخواننا الله يذكرهم بالخير المحللين أكثرهم رشحوا أوزان. بكرتكم. فيصل عبد الهادي من نايفة. نعم. وهي اللي سبق أخذت الرمز عصافي الأبطان. لأن إحنا في قطر الحلال اللي يركض ويسبق معروف. نعم. المطية اللي تسبق سبق قوي عصافي الأبطان هي اللي ترشح. لكن مهرجان المؤسس أكيد بيجيك ضيوف من دول. أنا في السن الحقائق قعدان أرشح منهل. نعم شكرا على الترشيح في المؤسسة، وانا رشح منها بعد بدون ما نذكر ما. نعم هني صاحب منها على سبقتها في المحل اللي قبل هذا. استاذ خير الله يطول عمرك. انت الحين قلتها منها لك. اي نعم انا علمتها بريك ولا اقطع كلام بخصوص رد على رفيقك اللي قال لك نعم انا رشح ولد فلان. نعم. وسبق شيء يعني مهم مستغرب اذا قد عندك كشف مثلا عندك قعود يعني في رصيدها مثلا سيارتين ولا صاحب افضل توقيت في ركضين القعود هذا يترشح، لو ما رشحته عباره اني انا ظلمتها او نقصت مستواه، فلو خذ الشوط ما هو بغرب عليه، ولو ما اخذ الشوط فلو اختل مثلا الحقه واللقيه معروفه، لو مثلا ما تكون صعبه انها تكون على مستواه، حتى لو اعطيتك ركض الدور ذا ركض ثاني ما كانت على مستواها المعهود ما لا تستغربه في السن الصغير. نعم، ويمكن ابو راشد ايضا مالك المطيه اللي في السن مميزه فرضا عندك بكره سبوق حقه، انت كمالك الحقه هذه بتكون عارف الحلال السباق كله. اكيد ومراجع الاسماء وتراجع الاشواط. اكيد هذا شيء مفروغ منه، اللي عنده مطيه سبوق وهم عارف الهجن المنافسه له ما راح يحسب الشوط إذا شاف الحلال في المساير. نعم. في الشوط لازم إنه يكون عارف الحلال. ببريك العام بس على أساس نأكد المعلومة، في هجن ندر مثل ميهولة إحنا نذكرها قبل ما يختلف عليها اثنين قبل تنتقل ملكيتها مرشحة من أقوى الحقائق في الشحانية وعلى مستوى الخليج. نعم. انتقلت ملكيتها والكل يدري قبل ركضها الكل ينتظر متى راح تركض. أفضل توقيت ولا أقطع كلامك من الأربعة في الخليج كامل. الخليج. عصاها في بطانها جايبة 34 39 نعم. فهذه نادرة الحين حتى حاليا الناس يتكلمون مثل المطية ذي مثل الجزيرة نادرة في الحلال كامل. في ندر من الحلال هاي تقدر تقول نعم سن الحقائق هاي نادرة حتى لو اختلت ما تنسبك. نعم. يعني حتى لو هي مختلة صعب انك تسبقها. 90% من الكلام اللي الحين نقوله في الحلال العادي، الحلال اللي احنا نشوفه ركضه يسبق ينافس اذا اختل يمكن يجي رابع خامس ما يسوي شيء. لكن ندر الاستراتيجيه سالم بما ان احنا مقبلين على مهرجان المؤسس ومقبلين على فتره الشتاء مالك الذلول انتم كلكم هالهجن محللين وكلكم يا ثلاثه ملاك هجن وتدربون وتشرفون على حلالكم،
الان وتسبقون وماخذين رموز كل اكثركم، وان شاء الله الباقيين بياخذون رموز ان شاء الله ان شاء الله، لكن ومحددكم ان شاء الله بعد من ضمنكم. لكن السؤال الشتاء هل له تدريب وقبله غير وترتيب غير الهجري كانت مضغوطه راح يخف عليها او يضغطها او يعني الاستراتيجيات الجديده اللي ممكن يتخذها مالك الهجري عشان تواصل معه؟ المطية كل ما تجهز ما نبغي تكتيك، نبغي إجابات. المطية كل ما تجهز صراحة كل ما إجابات تجهز. معلومة يعني استفيد منها استفيد منها. المطية كل ما تجهز نعم يتغير تدريبها، وخص لجشتة تزيد ولا تنقص؟ لا على حسب المطية وصحة المطية أيضا إجابة الدبلوماسية. إن كان المطية بطنها عود، إن كان المطية عندها قل جهوز أيوه، وفصل إن كان المطية عندها جهوز على حسب المطية. نعم سالم والله مبارك. بالنسبه للشتاء التدريب فيه والعلف، والعلف تقريبا هو نفس التدريب والعلف، لكن يختلف عندك شرب الحلال. في الشتاء المطايا ما تشرب مثل الصيف، يقل شروبها، يقل شروبها. هنا يجي دور المضمر شلون بيسقيها، يتاكد انها شربت. بعضهم يسقيها الصباح الساعه 7 6 ما هي بشاربه، بعضهم يخرها لين يدفى الجو ويسقيها. نعم. فأنا أقول بالنسبة للشتاء التدريب بيكون شوي يمكن أقوى من تدريب الصيف، لأن الجو يساعد على التدريب. اللهم إن الشروب بعض الناس يتوهق حتى لو معالج ولا منشط ولا شيء ينصاد، لأن في الشتاء المطية ما تشرب ما تصرف. نعم براشد تعليقك على الموضوع، هل بترخي على المطية ولا تزيدها؟ من جميع النواحي يشبعها. ايش اللي انا ما اكذب ايش اللي بتفيدوني فيه؟ الشتاء جاء او قرب الشتاء، كيف استفيد انا كاحد ملاك الهجر من خبرتكم؟ يشبعها ويبعد ترتيبه. نعم اي نعم. بالنسبه للتدريب ضغط راحه؟ التدريب على حسب سن المطية. راشد وضح لنا شوي شلون يبعد العود. زين العود يبعد ايش؟ نعم سالم في نقطه بعد مهمه، بعض ملاك الهجر الان ياخذ هجنه يوديها للنخش يهوي بها هناك ويوديها مكان ثاني، هل هذا له منفعه؟ بعضهم يوديها في السياره يلف بها ويردها، بعضهم الدركي شغاله الى اليوم. في ناس يحملون العام، في ناس الظاهر حملوا اعتقد النخش والسيلي المنطقه السيلي، وبعضهم يخليها في السياره تمشي. حدثني وبعضهم ما يحملها، يخليها طال عمرك يزود عليها البطاطي. نعم خفها بالبطاطي. لا التحميل في السياره واخذ بها لفه واردها هل له فائده؟ والله شوف عن عرفه التحميل في السياره يمكن يخفها، لانها تقعد لها يمكن يوم او قريب اليوم ما تاكل شيء، لا تشرب ولا تاكل. احنا ليش ننشد سالم وانت ويا ابو حمد وابو راشد يعني قبل المهرجان الكبير مهرجان المؤسس، وكل مهرجان فيه تحركات واستعدادات من ملاك الهجن، وهذه الاشياء مطروحه عندهم ودارجه لنسال عنها. فتعليقكم على موضوع التحميل؟ والله التحميل ويخف المطيه، خف خلي المطية تحفز يعني مفيد. اي مفيد. كم ساعة خليها بالسيارة اذا ما في مكان زين وما بغوا ينزلها؟ هو بقل من 8 ساعات 12 ساعة اللي بيحمل الصبح تستفيد ولا الصباح ولا اي دني يحمل وينزل في مكان ولا خليه في موتره؟ اللي بينزل في مكان بيستقر ولا بينزل في مكان وبيحمل مرة ثانية؟ اللي تشوفه انت ايش الاحسن؟ اللي عنده مكان اللي ينزل في مكان. العام مثل ما قال اخوي سالم، العام نزلوا في سيلين ونزلوا في النخش، وانا ما ادري والله باللي راحه ولا ادري بعلوم حلالهم يمركض. نعم لكن زين يا سالم اللي راحه ولا قطع كلامك، اللي راحه واستفادوا من التحميل نتائج كيف؟ في ناس استفادوا وطبعا على حسب المضمر نفسه، بعضهم فحمها طول وحملها ورد وحملها وفحمها قصره اللي وعقب القصره خلهنا، واعتقد حملها مره ثانيه. النتيجه كيف؟ في ناس سبقوا، في ناس توفقوا وسبقوا. ان شاء الله خلصت الدوره الجديده. الدوره الجديده بعد ايه؟ لا خلصت بنعمل. بالنسبه لي ابو بريك من رايي ان شاء الله اذا جهزت دورتنا الثانيه ان شاء الله بنحمل للدوره الثانيه، اما الحين خليها في عزبتها، والسبق ان شاء الله اللي مصاحبتها وبله ان شاء الله بيستانس رايه، اما التحميل اذا اشتاء ما هي معيت منه الا تدراع مشكله. يمكنك محمل انت العام لا لا والدر الرماد في العيون يا ابو راشد. لا لا دعب انا سالم اكيد انت عندي معلومات انه هو قد لك كم يوم يحمل مطايا يعني والله. انت مراقب الدعبة متاكد انه تحت المجهر الدعبة عارفين ما يبغى الناس يحملون. الله نعم. يوفقهم ان شاء الله. الله يوفقهم ويوفق مشاهدينا الاعزاء ويوفقكم يا ضيوفنا الكرام. اذا مشاهدينا الاعزاء نصل الى ختام هذه الحلقه،
الثاني وناموس لجميع الفائزين، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم ملاك الهجن في المرحلة القادمة من المحل السادس حتى الملتقى في حلقة قادمة. نشكركم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة، ونتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام، بداية مع صالح بن راشد الدعبة. يا أبو راشد شرفتنا ونورتنا، الله يبيضك. شرفنا إن شاء الله، ونتمنى نقدم الشيء الطيب اللي يفيد مشاهدين. بيض الله وجهك، كفيت ووفيت يا أبو راشد. الشكر الجزيل أيضا لمحللنا العزيز سالم بن محمد السندوانة راعي مذخور، مشكور يا أبو محمد. الله يا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مرحبا يا أبو بريك، واليوم بعد إحنا مستأنسين إن شفناك اليوم. الله يطول عمرك، تسلم. أيضا الشكر لأخونا مبارك بن حمد الشهواني اللي دائما يعطينا إجابات دبلوماسية، مشكور يا أبو حمد. الله وفالك التوفيق إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله، وإن شاء الله في المرات القادمة بيكون معكم زميلي الأستاذ سعد بن مطلع. عموما مشاهدينا الأعزاء حتى الملتقى في مناسبة قادمة، تقبلوا تحياتنا جميعا، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.